هنبدأ دلوقتي الدرس التاني، قد يكون الأخير على حسب هنخلص في قد إيه. إحنا إن شاء الله في تاني سكرين اللي هي قدامنا دي، لما بندوس على كلمة في أول سكرين زي ما إحنا فاكرين من الدرس اللي فات، بيجيب لي الكلمة دي موجودة فين خلال النص. يعني لو بداية النص من على الشمال وآخره على اليمين، المنحنى ده كل ما بيرتفع كل ما معدل ذكر الكلمة كان كبير. في حاجة اسمها ترمزبري، ترمزبري في الدوكيومنتيشن بتاعتها بيقولوا إنها هي فريكونسي ديستريبيوشن. يعني أنا بشوف مثلا كلمة مكبس ذكر معاها كلمات كتيره جدا، حسب تقل اللون، التقل بتاع اللون دوت او الانتنستي بتاعه اللون بتقول الكلمه دي ذكرت معاها كم مره. يعني مثلا ماكبث معاها كلمه ليدي ذكرت 8 مرات، وكلمه بانكو مثلا ذكرت مره واحده وهكذا. فانا اقدر اتحكم في عدد الكلمات عشان اشوف سياق اوسع او يعني او نارو اكتر ضيق اكتر، واشوف كل كلمه ذكر معاها ايه والمعدل عامل ازاي. الحاجات دي اغلبها متشابهه، يعني في تولز كتيره بتعمل حاجات بتعملها تولز تانية في الشاشات اللي قدامنا دي، يعني ممكن تكون شبيهه مثلا بالكونتكست اللي هنشوفها دلوقتي، لكن كل رسم بياني مختلف وكل طريقه فيجواليزيشن مختلفه بتورينا انسايتس او نمط وارتباطات احنا ما كناش شايفينها قبل كده. فالواحد زي ما يكون ماسك في ايده منتج وبيبص عليه من كذا زاويه، علشان في اسئله بتيجي مثلا ايه الفرق بين دي ودي، ما هما الاثنين بيعملوا نفس الوظيفه، عدد الكلمات اللي ذكرت وذكرت مع ايه وهكذا. بعد كده عندنا على اليمين خالص زي ما قلنا ده بنقارن اكتر من حاجه مع بعض، وهنا مختارين ماكبث بس. فلو جينا هنا عملنا تيرمز عشان نختار معاه حاجه تانية، جينا مثلا ليدي وانتر، هيطلع لي الكلمات دي كلها ومعها مثلا ماكبث وماكدف، نختار اربع حاجات، فبيجيب لي معدل الحاجات دي مع بعضها عامله ازاي، الدوكيمنت سيجمنتس مقابل الريليتيف فريكوينسيز بتاعتهم. انا طبعا في ديسبلاي ممكن اغير الشكل بتاعها، ممكن اخليها مثلا اريا فقط، تمام، ممكن اخليها كولومز، ممكن اخليها لاينز. اللي بيحدد لي انا محتاج ايه بالظبط هو الطريقه اللي هبحث فيها. في علم جميل اسمه داتا فيجواليزيشن، مش مقترن بالكلمات فقط او بالارقام فقط، هو طريقه عرض البيانات بحيث انها تقول لي حاجه، يكون في قصه حدوته بتقول لي الداتا دي بتقول لي انت لو خدت بالك من الحته الفلانيه هيطلع معاك ناتج فلاني، او لو خدت بالك مثلا الارتباط بين ده وده كبير مثلا فانت محتاج تعمل كذا في نموذج معالجه اللغه بتاعتك وهكذا. لو اي حد دخل يبص على اليوتيوب مثلا وكتب داتا فيجواليزيشن 101 او فاندمنتلز اوف داتا فيجواليزيشن هيلاقي حاجات فعلا علم قوي جدا، وهيساعده اكتر في ان هو يفهم النص بتاعه ويقدر يحلله بشكل اوسع وادق. باقي بعد كده عندنا الجزء اللي تحت خالص اللي هو الكونتكست. كونتكست يعني السياق، تمام. فانا في كلمه مثلا الترم اللي هو العمود اللي في النص، الكلمه دي مثلا هي كلمه ماكبث اللي انا دوست عليها. الليفت والرايت بيقول لي الكلمات او الجمله اللي ذكرت قبلها والجمله اللي بعدها على مدار او في خلال الوثيقه بتاعتي. فانا اقدر ابحث عن كلمه واقدر اكبر السياق او اصغره. هو دلوقتي معمول خمس كلمات، ممكن اخليهم اكبر، ممكن اخليهم 10 كلمات مثلا، اشوف 10 كلمات قبل و10 كلمات بعد. كمثال بسيط انا ممكن في كلمه عايز اشوف في اكتر من وثيقه. دلوقتي بعمل دوكيمنت واحد بس، في السمري على الشمال احنا رافعين دوكيمنت واحده بس. لو انا عندي دوكيمنتس كتيره جدا او مقالات اخباريه كتيره، اقدر ابص كلمه معينه خلال المقالات الاخباريه دي اللي ذكرت مثلا في 2019 كلها، كل المقالات الاخباريه الكلمه دي كان في قبلها ايه وبعدها ايه، واقدر استنتج منها فعلا. ممكن مثلا سنتمنت اناليسز، ان اقدر اعمل زي حاجه زي تحليل المشاعر، الكلمه دي مذكوره بشكل ايجابي ولا سلبي. فحاجات السياق دي بتفرق معايا. الكورليشنز مثلا هي الارتباطات، الارتباطات مثلا ليها رقم، تمام. الرقم ده لو كان واحد يعني الكلمه دي مرتبطه بالكلمه اللي قبلها بشكل كبير. ازاي؟ يعني مثلا كوبي رايت مع كلمه لايبرري دول مرتبطين مع بعض بشكل كبير قوي، بيذكروا مع بعض على طول. طيب الكلمات دي موجوده اصلا في اول الكتاب، يعني اول الكتاب اللي احنا رفعناه او النوفل القصه اللي رفعناها دي، الكلمات اللي موجوده في الاول اللي هي الكوبي رايتس وحقوق الملكيه والكلام ده، انا ممكن احطها في الستوب ووردز عشان اشيلها، وطول ما بنزل بشوف الكلمات اللي مع بعضها. طبعا هياخد وقت مع ناس كتيره في حاجات كتيره، لان انا رافع نوفل كامله ما اعرفش كام صفحه بس كبيره يعني. وبعد كده البابل لاينز، ممكن نرجع كده للدوكيومنتيشن بتاعتهم، بيقول بابل لاينز فيجوالايزز بتبين الفريكوينسي والديستريبيوشن بتاع التيرمز ان الكوربس. فهو هنا مثلا اختار كلمه مستر ومسز ومس وسيد وثينك، فهنا بيبدا يبين له الحاجات دي معموله مع بعض ازاي، يعني طلع ازاي بالمعدل بتاعها، وحجم البابل بيبين الكميه او العدد بتاعها مع بعض، وكل بابل فيهم ليها لون. يعني كلمه مستر هنا بالازرق يبقى اي حاجه بالازرق هنا هيبقى كلمه مستر عامله ازاي، ولما بحط الماوس عليها بيقول لي الكلمه دي ذكرت كم مره مقابل الكلمات التانية اللي انا مختارها. هي بصراحه اداه جميله جدا،
وفيها انسايتس كتيره جدا ممكن يكون ليها اكتر من استخدام. فهنحاول نعمل ان شاء الله درس كمان يكون كله تطبيق عملي، يعني ناخد مثال حي مش مجرد ان احنا بنستكشف نص فقط، لا احنا نحاول نطلع بنتيجه. واجي في الاخر اقول ان الداتا فيجواليزيشن هو طريقه او منظار او ميكروسكوب ايا كان المصطلح اللي حد عايز يسميه، بيخليني ابص على الداتا بتاعتي سواء كانت نصيه او رقميه بشكل اعمق، واطلع نمط واطلع نتائج او افكار انا ما كنتش شايفها بعيني المجرده لما كانت الداتا كلها النص كله سردي تحت بعضه كده في ملف واحد تكست. فهو مش غاية في حد ذاته، لا هو وسيلة ان انا بعد كده اقدر اخد قرارات على اساسها. اتمنى يكون المحتوى مرضي، ولو حد عنده اي سؤال ممكن يبعت على طول على الويب سايت او على اليوتيوب. السلام عليكم.